جيسبر انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير واموركم مزيانه وكل شيء عندكم هو هذاك. المهم الفيديو ديال اليوم من الاخر غادي نوريكم كيفاش نقصوا السروال ديالكم الا كان واسع من جهه الحزام وكان التوب ديالو غليظ. دونك بلا ما نبقى نطول عليكم بزاف هذا هو الموضوع ديالي ديال الفيديو اليوم. غادي نوريكم واحد الطريقه زوينه كنعتمدها انا في السراول ديالي الا كانوا حيت كاين بعض السراول اللي كيكونوا من التحت مقادين كيجيوك على لاطاي ديالكم ولكن من الفوق من جهه الخصر كيكون شويه واسع دونك كيبقى يطيح. اليوم غنوريكم واحد الطريقه اللي كنعتمدها انا شخصيا في السريولات ديالي وما كتجيش باينه كيجيو بحال لا راه السروال هو هكاك داير. دونك فوالا نبداو الفيديو ديالنا. شنو غادي نديرو؟ غنوريكم اليوم واحد الحل باش انكم تجمعوا السروال ما يبقاش واسع لكم. دابا هذا كيجيني من التحت القياس ديالو هو هذاك ولكن من الفوق من هاد الدوره ديال الحزام كتجيني واسعه وكيبقى يهبط لي السروال. كتاخذوا لاستيك بحال هذا عريض يا اما هاد العرض هذا او لي شويه عريض عليه، المهم ما يكونش رقيق. كتاخذوه وكتاخذوا هاد نقول لكم هذا شحال فيه بالضبط 19 سنتيم وكتقسموه على جوج باش كتستعملوا طريف من هاد الجنب وطريف من الجنب الاخر. هاد الفيديو ما غنطولش عليكم بزاف غنديروا لكم خفيف ظريف باش دغيا زعما يدوز داكشي ما نبقاش عندنا حاجي. كتقسموه كما قلت لكم على جوج كتلصقوا هذا في هاد الجنب والاخر في الجنب الاخر. كتلصقوه بحال هكا كتجيو للجنب ديال السروال يعني هذا في الجنب ديال السروال وكتشدوا لاستيك. نوريكم من برا وانتم ديروها من الداخل بحال هكا كتحطوا واحد في هذا الريس من هنا الرويز. المهم كتحطوا لاستيك من الاخر وكتجبدوه باش كيجمع لكم السروال وسالينا بحال هكا وكديروا الاخر بحال هكا وكتجبدوا لاستيك باش كيجمع لكم السروال بحال هكا باش الحزام يتجمع. ما عندناش حل من غير تو بفنيته باش نعرف بالعبار كيفاش غادي يكون ونجبد مزيان لاستيك على حساب الوسوعيه ديال السروال ديالكم. انا غادي نعاود نقول لكم العبار اللي عندي انا في هذا السروال ماشي هو العبار اللي غيكون عند انت وعند الاخرى وعند كل الوسوعيه ديال السروال ديالو واش واسع بزاف ولا واسع شويه ولا تبغي السروال يكون مزير عليها مجموع اولا شويه مرخوف واش عندك الكرش واش ما عندكش فهمتوا. يعني العبار الكلاسيك تاخذوه على العبار ديال الحزام ديالكم وديال السروال. هذا كما قلت لكم كنثبتوه كنجبدو في الخياطه كنجبدو هكا مزيان لاستيك وعاد كندوزو الخيط والجنب الاخر حتى هو نفس الشيء. غادي نحيد هاد البلاكه ضروري حيت غتجيني في الخياطه اولا صراحه ما نحتاجش نحيدها. فوالا ندير من هنايا والاخر يعني الراس يكون من هنا والراس الاخر يجي من هاد الجنب ونخلي البلاكه كيف ما هي حيت الا حيدتها ما هي وما لونها. دابا ملي ساليت السروال ديالي تجمع ليا ما بقاش الحزام ديالو واسع بزاف قيسو. كيجيو لاستيكات الشكل ديالهم بحال هكا من هنا واحد من هاد الجنيب واحد من هاد الجنب. من برا كيجيو بحال هكا ما كيجيوش باينين بزاف. كيجيو بحال راه السروال ديجا هو شكلو بحال هكاك وكيجي من الجنيب الاخر حتى هو نفس الشيء كيجمع لكم السروال. بالنسبه للسراول اللي التوب ديالهم كما قلت لكم مضوبل بزاف وقاصح الجين ديالهم ما كيبغيش يدوز في الماكينه. هذا يعني ثنيه وحده بحال هكا وبزز باش دوزاتو ليا الماكينه حيت هاد الحزام ديالو مضوبل بزاف يعني ملي كضرب البرا كضرب شي حاجه قاصحه كتهرس. دونك خاصكم تمشيو معاه بالسياسه باش تقدو تكملوا السروال ديالكم بسلام. فوالا هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم كما قلت لكم ما طولتش عليكم داكشي خفيف ظريف. نتمنى ان الفكره ديال اليوم تكون عجبتكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بوسات كبارين باي باي. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.